بيكم في حلقة جديدة من برنامج عمال إيديا. النهاردة هنعمل مكرونة الكوسة بلحمة، وعليها أو السايد بتاعها هيبقى الويدجز في الفرن معمولة بالبهارات. نطلع فاصل ونبدأ مع بعض. اول حاجه، احنا الوصفه هي وصفه صحيه 100%. الوصفه دي يعني المدربه بتاعتي هي كانت مديهاني او قايله لي اعمل ايه، فانا بدات ابتكر شويه معاها. بدل ما نستخدم المكرونه احنا نعمل الكوسه كانها هي المكرونه. فهوريكم بس ازاي بتتقطع. هتجيبي المقشره بتاعتك وهتعملي كده اهي، هتنزل عندك هتبقى رفيعه تمام اهي بالاسلوب ده، علشان اقدر ان احنا نسلقها ونحطها زي المكرونه كانها عاملين مكرونه باللحمه او كرات اللحم مع الصلصه اهو زي ما احنا شايفين. بتطلع شكلها حلو جدا، طعمها بيطلع حلو قوي وصحيه 100%. دي برضو من الوصفات اللي يعني لما عملتها كانت عاجبه ناس كتير قوي، واللي قالت لي عليها كانت المدربه بتاعتي. فانا يعني قلت برضو الناس اهو تمام، الناس اللي حابه تعمل اكل صحي او حابه تعمل ريجيم، ليه نبقى بناكل الاكل الطبيعي التقليدي؟ لا، يلا نعمل حاجه جديده وحاجه تبقى طعمها حلو في نفس الوقت كلها فيتامينز اهو. تمام، اوكي كده زي ما احنا شايفين هتتقطع بالطريقه دي. عايزه بقى اللي انا عايزه اعمله، هنحط ميه على النار، الميه على النار عشان نسلق فيها الكوسه، مش هنسلقها لمده طويله خالص. عايزه اجيب بقى الصينيه علشان نحط الكفته في الفرن نشويها. عايزين تعملوها اسرع، ممكن تتعمل في على النار، بس احنا عايزين نعملها مشويه في الفرن تبقى اخف طبعا اكتر. رقم اتنين، انا الكفته ممكن تجيبيها طبعا عشان احنا هنبقى يعني بنقول دي وصفه صحيه، هتجيبيها لحمه حمراء بدون دهن خالص، وتحطي عليها البقسماط، تحطي عليها ممكن بيضه والبصل طبعا، ملح وفلفل، حبهان مطحون، وساعتها تقدري تكوريها زي ما احنا عاملين. بعد ما تكوريها هتحطيها ان هي تتحمر على طول او تتشوي داخل الفرن او على الطاسه اهو زي ما احنا شايفين. تمام، برضو بتحبي الخضره ممكن تحطي معاها خضره، مش هيبقى فيه اي مشكله اهو. هندخلها الفرن. دلوقتي بقى عايزين نعمل الصلصه. الصلصه انا جايبه طماطم، بس احنا مش هنستخدم الصلصه المعلبه زي ما اتفقنا. النهارده عايزين نعمل حاجه تبقى صحيه وفي نفس الوقت طعمها يبقى حلو. هنعملها مكونات كلها طعمها حلو قوي اهو كده. ايوه حلوه دي صغيره. عايزة بقى احط فيها شوية زيت، مش كتير، ده زيت ذرة. عايزة زيت جوز هند برضو هيبقى حلو قوي، مش هيقول لأ. كده هنحط معلقة ثوم صغيرة. وهنحط الايطاليان دريسنج او الخضرة بتاعتنا بقى اللي هي بتبقى روز ميري، اوريجانو،
اهو زي ما احنا شايفين زعتر وكده، بتدي طعم حلو جدا، ريحان كله بيدي، او حبق كله بيدي طعم حلو قوي قوي اهو زي ما احنا شايفين كده. هنا عندنا الميه اهي سخنت، بدات تغلي، قبل ما تغلي شويه يعني نسيبها تغلي قصدي شويه، ونبدا نسقط فيها الكوسه. الكوسه مش هننزلها كتير خالص، احنا عايزينها تستوي مش عايزينها تبقى مهريه، فعشان كده مش احنا مسافه ما ننزلها هنقوم شايلينها على طول مطلعينها. دلوقتي اهو عندنا التوم بدا، انا عايزاه يعمل شويه يحمر معايا شويه وريحته تبدا تطلع هي مع البهارات اللي احنا حاطينها. هنحط شويه من الملح، بعدين في الميه هنحط برضو ملح علشان الكوسه بطبعها بتبقى دلعه قوي او مسخه، لما بتيجي تحط لها الملح بيدي طعم حلو قوي اهو. كده معانا التوابل بدات تعمل ريحه حلوه زي ما احنا عاملين التوابل دي كده بالظبط. ممكن الميكس ده اللي احنا عاملينه ممكن نحطه على عيش ونحطه في الفرن برده هيدي طعم حلو قوي 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 اهو. كده بقى ممكن نبدا نحط، عايزين دي خليها معانا كده، عايزين نحط بقى الصلصة، نعمل الصلصة بتاعتنا. طماطم عايزينها تبقى زي ما احنا شايفين، طماطم متقطعة وطماطم مضروبة احنا هرسينها علشان تدينا كثافة حلوة وسماكة تبقى معقولة ومميزة مع الأكلة اهو. هنا هنا عايزين بقى نشوف الكفتة، تمام الكفتة بدأت برضو اهو. عايزين بقى الصلصة تتسبك اهو. دلوقتي كده كله جاهز على التقديم زي ما احنا شايفين كده. برضو احنا هنا في بصل، اللي يحب يعملها بالبصل ممكن، بس انا عايزة اعملها بأقل المكونات وبرضو تدي طعم، يبقى طعم جدا. فزي ما احنا شايفين عملناها توم، حطينا عليها الايطاليان دريسنج او الريحان، ريحان حبق او نعناع، الثلاثه هيمشوا معاهم، الاوريجانو معاهم، الروزميري زعتر، الحاجات دي كلها بتدي طعم حلو قوي قوي للصلصه، بالذات ان احنا عايزين نحيي فكره المكرونه ان احنا استبدلناها بالكوسه وان احنا قطعناها بالاسلوب ده. على ما دول يستووا احنا ممكن نبدا نعمل البطاطس بتاعتنا ونقطعها، اللي هو الطبق الجانبي اللي هيبقى معاه. عايزه اوريكم الاسلوب اللي احنا بنقطعه بيه علشان تبقوا عارفين. بتغسلي البطاطس كويس قوي، بعدين بتجيبيها تقسميها كده، بتبقى بالاسلوب ده زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ بقى نرص معاها الحاجة التانية الجانبية بتاعتها اهو زي ما احنا شايفين. خليها بقشرها عشان نعمل لها نشويها في الفرن، تدي طعم حلو جدا. انت تغسليها كويس قوي بالدواء بتاع الخضار او بخل اهو كده. طلع الصينية هنحطهم هنا زي ما احنا شايفين كده كده تمام اهو. عايزة بقى شوية من زيت الزيتون، نرش عليها رشة زيت زيتون كده خفيفة اهو.
تمام. بصل اخضر، كل الحاجات دي تدي نكهه حلوه قوي، مفيده جدا، وفي نفس الوقت تدي طعم جميل. ونحط بقى الباودر، عندك بقى باودر البصل، باودر الثوم، كله بيدي طعم حلو جدا. عندك جنزبيل يدي طعم جميل برضو قوي 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 اهو. ونديها بقى نشطشطها كده برضو خفيف اهو، شويه من الشطه يدوا طعم معانا حلو قوي. وبعدين ثوم خفيف كده في الايه، في الجناب، مش هنقول هنحط عليه، لا نخليهم كده في الجناب. ممكن لو مش بتحبي الثوم ممكن تعمليه فصين ثوم كده وتقطعيهم. وبعدين هنحط شويه من الطماطم الشيري توميتو، الطماطم الصغيره يا اما الطماطم العاديه وقطعيها صغير، مفيش مشكله. هندخل بقى الميكس ده الفرن اهو كده، بعدين شويه ونحط عليه لما تطلع نحط عليه الملح، مش لما ندخلها. هدخلها الفرن، نطلع فاصل ونرجع مع بعض. دلوقتي عايزه ابدا بقى نعمل الكوسه، بس الاول هنغطي كده تمام. تمام، نبدا بقى الكوسه. احنا بالظبط اهو، بصوا احنا هنحطها وهقوم شايلها، يعني مسافه ما بحطها بشيلها على طول. انا بس عايزاها تغلي غلوه، لان هي اوريدي بتستوي طبعا بسرعه جدا، فمش عايزين ان احنا يعني ايه نسيبها فتعمل معانا. ايوه تمام، اتحطت، هديها تقلبتين كده وهنقوم مطلعينها على طول كده. بصوا هي استوت ازاي ولونها طلع بقى، لونها بقى ناصع كده معانا اهو. كده هي تمام استوت. تمام، والصلصة برضو عندنا اهي خلاص. والكفتة تمام. طلع بقى بتاع السخن. كده الكفتة عندنا اهي تمام، خلصت كده كله عندنا استوى. نبدأ بقى في مرحلة الغرف. تمام، اهو عندنا الصلصة كده اتعملت. هبدأ ان انا احط كرات اللحم عليها اهو، نحط كرات اللحم عليها. كده بقى نعيد تاني، احنا عاملين تتبيله للكفته، تتبيله الكفته عاملينها ملح فلفل بصل، عاملين معاها حبهان مطحون وشويه بقسماط خفيف، ممكن بيضه او نص بيضه برضو تديها تماسك تبقى حلوه. وبعدين كورناها دخلناها في الفرن مع شويه من الزيت علشان نعمل الكفته اللي هي بالصلصه، واحنا عايزين نعملها بالطريقه الصحيه، فعشان كده هنعمل الكفته نفسها، نعملها تبقى كفته لحمه حمراء، ونعملها بال اهي لحمه حمراء وتتفرم، وبعدين نحط عليها البهارات اللي احنا قلناها. الصلصه برضو عملناها بالثوم اهو، عملنا الصلصه بتاعتنا بالثوم، عملنا الصلصه بالخضره، وعملنا الكوسه بتاعتنا قطعناها كانها المكرونه اهو،
وعلى قد ما تقدري ممكن تعملي طبق كوسه محترم وتحطي عليه الحاجه. انا عايزه بقى كده تتصفى، وعايزين نبين برضو الكوسه كده بالاسلوب ده اهو كده كده كده. عايزين شكلها يطلع حلو وحيوي، مش عايزين شكلها يطلع ان هي بقى ميته. لا احنا مش عاملين دايت وخلاص، لا احنا عاملين دايت وهناكل اكل حلو قوي، اكل طعمه حلو. الكوسه واحنا بنسلقها حطينا فيها ملح مع الميه علشان يدينا برضو طعم حلو ومميز. ممكن تحطي معاه فلفل، ممكن تحطي معاه شويه قرفه، ممكن تحطي معاه جوز الطيب. عندنا اوبشنز كتير جدا ممكن نعملها بحيث ان احنا نقدر نطلع اكله حلوه قوي اهو. انا برضو عايزه ادوق الصلصه عشان اشوف ناقصها حاجه ولا لا، لان اهم حاجه بقى هنا هي تبقى الصلصه، هي اللي هتدي الطعم كله. الصلصه 100 100 اهو. هبدا بقى ان انا احط، ممكن تحطي كمان جبنه بارميزان عليها يعني رشه كده، مش هتقول لا اهو. صوص كده برضو خفيف، مش عايزه برضو ايه اهريها، لا احنا عايزين نخليها برضو شكلها تبقى مستقره بيه اهو كده تمام. اهو زي ما احنا شايفين ادي كده عملنا الكوسه اللي هي بالمكرونه، عملنا معاها كرات اللحم، صلصه كله صحي 100% علشان يعني ايه ما نبقاش ان احنا عاملين دايت لا ومتضايقين. نيجي بقى نشوف الـ البطاطس. طبعا انا عامله هنا كنت برضو بطاطس، وممكن نحطها في حاجه هنا كده تدي شكل جمالي حلو. طلعيها بقى من الفرن، هنحطها بالطريقه دي كده كده تمام اهو. اهو القشره بتاعتها بقت كريسبي وحلوه قوي قوي. نحط معاها شويه من الطماطم، هي عليها بقى البهارات اللي احنا حاطينها فطعمها هيبقى حلو كده تمام. ونديها برضو من هنا، عايزين بقى نديها رشة ملح خفيفة علشان احنا ما ملحناهاش، فنديها رشة ملح خفيفة. وبرضو يعني لو مش بتحبي الملح قوي بلاش كده، تبقي عملتي أكلة مش بس بطاطس محمرة، لا ده احنا عاملينها في الفرن فتبقى صحية وطعمها يطلع حلو اهي كده. احنا عملنا طبقين، طبقين مميزين جداد، ممكن يكونوا مختلفين سهلين قوي قوي. اتمنى يكون الحلقه عجبتكم، شوفوني في حلقه جديده من عمايل ايديا. Thank you.